أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. استهدفت قوات الأسد الأطراف الغربية لمدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بعدد من القذائف المدفعية التي أدت لأضرار مادية دون أن ترد أنباء عن خسائر بشرية، ويأتي ذلك في خرق جديد لاتفاقية مناطق خفض التصعيد. في اليوم الثاني للجولة السادسة من محادثات جنيف، تبحث المعارضة السورية ورقة قدمها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا تقترح تشكيل فريق من الناشطين في المجتمع المدني والتكنوقراط لتمهيد الطريق أمام إعداد دستور جديد. وتنص الوثيقة وفق مصادر المعارضة على آلية تشاورية تعمل على رؤى قانونية محددة. دعت وزارة الدفاع العراقية سكان أحياء لا تزال خاضعة لاحتلال تنظيم داعش إلى الابتعاد عن المواقع التي يستخدمها التنظيم. وقالت الوزارة إن طائراتها ألقت آلاف المنشورات على ما تبقى من أحياء الجانب الغربي للموصل التي لا تزال تحت احتلال داعش. وتزامن ذلك مع بيان لخلية الإعلام الحربي طلبت فيه المدنيين المحاصرين في مناطق القتال بعدم استخدام أي مركبة أو دراجة نارية. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف الأربعاء أن وباء الكوليرا الذي يجتاح اليمن تسبب في مقتل 209 أشخاص في الأسابيع الأخيرة، بينما يشتبه بإصابة أكثر من 17,000 شخص آخر بالمرض. واعتبرت يونيسف أن ارتفاع أعداد الضحايا مخيف، مشيرة إلى أن الأعداد التي أوردتها تشمل كافة مناطق اليمن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه سيسعى خلال زيارته للسعودية وعبر القمم التي سيعقدها في الرياض إلى التعاون من أجل مكافحة ومحاربة الإرهاب. انسحب النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري من السباق الرئاسي لصالح حليفه حسن روحاني، وبرر جهانجيري الخطوة بضرورة توحيد التيار الإصلاحي في السباق، وتبقى أربعة مرشحين لإكمال السباق نحو سدة الحكم بعد إعلان عمدة طهران محمد باقر قاليباف انسحابه لصالح المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي، بيد أن المنافسة الحقيقية تبدو محصورة بين روحاني ورئيسي. أعلنت تشكيلة الحكومة الفرنسية الأولى في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الأربعاء، وشغل فيها وزير الدفاع المنتهية ولايته الاشتراكي جون إيف لودريان حقيبة الخارجية، والنائبة الأوروبية سيلفي جولار حقيبة الدفاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.